هنا مسبيرو لكم منا كل التحية. ما زالت أصداء قمة القاهرة للسلام تشغل الرأي العام العالمي. إليكم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع بالجهود الإقليمية والدولية نحو تبني مسار التهدئة ووقف التصعيد العسكري. رسائل الرئيس السيسي لرئيس وزراء هولندا بشأن إيصال المساعدات لغزة. 27 طائرة محافظة شمال سيناء تكشف كميات المساعدات الدولية لغزة بمطار العريش. نواب أردنيون: قمة القاهرة للسلام رسالة للعالم بأن مصر والأردن مركز الأمن بالمنطقة. مرصد الأزهر يدق ناقوس الخطر، نزوح 82 عائلة فلسطينية والتهجير بين رام الله والأردن. رئيس وزراء فلسطين: ننسق مع الجانب المصري لإدخال مواد الإغاثة من معبر رفح. إعلام إسرائيلي: ثلاث وزراء يهددون بالاستقالة لرفض نتنياهو الإقرار بمسؤولية أحداث 7 أكتوبر. خلافات شديدة تضرب الجيش الإسرائيلي. رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا. موعد أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 رسمياً بالطرح الجديد، تفاصيل الأسعار. وزير المالية: اليوم صرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة مع مرتبات أكتوبر. وزيرة التعاون الدولي تكشف عن إطلاق منصة تمويلية للقطاع الخاص قريباً. 8 من نوفمبر اختيار مرشح الرئاسة لرموزهم الانتخابية بأسبقية الترشح. افتتاح محطات المياه بقرى أبو تشت ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر. الانتاج الحربي تلغي احتفالية عيدها 69 تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتعلن دعمها للإخوة الأشقاء. الزلزال بقوة 5 درجات يضرب مقاطعة بجنوب الصين. الذكاء الاصطناعي يساعد في اختيار أفضل الطلبة المؤهلين للالتحاق بالجامعات. الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة. المتحدث العسكري خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 22/10/2023 أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية. وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث الغير متعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة. عناوين الأخبار، والحقيقة الخبر الأول اللي معايا هو تساؤل: ما هو السيناريو القادم في المرحلة القادمة؟ مع الهاتف الآن اللواء دكتور طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. الحقيقة سؤال بيطرح نفسه: سيناريو القادم، إيه المتوقع في المرحلة القادمة؟ الحقيقة فندم هو في 3 سيناريوهات. السيناريو الأول هو استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. والسيناريو ده الحقيقة اللي يمكن المؤشرات اللي ممكن تكون بتأكدوا ان في صدمتين في الجيش الإسرائيلي وللمخابرات الإسرائيلية في عدم التنبؤ بما حدث، وأيضا في عدم وجود رد فعل سريع من الجيش الإسرائيلي. وبالتالي الحكومة الإسرائيلية تريد ان تقنع الشارع الإسرائيلي احنا قادرين ان نحدث خسائر ضخمة في الفلسطينيين، وده السيناريو احنا شايفينه لغاية دلوقتي قد يستمر. السيناريو الثاني هو سيناريو تصعيد،
وهو دخول قوات الجيش الإسرائيلي في غزة بريا، وده بعد تدمير جزء كبير منها خاصة شمال غزة. والتصعيد ده الحقيقة هيكون ليه مشاكله مش بس على فلسطين لكن على إسرائيل، لأن دي حرب مدن، و ده ممكن كمان يخش حزب الله والفصائل الموجودة في سوريا تضامنا مع الفلسطينيين، وبالتالي هتتوسع دائرة الصراع بشكل كبير، خاصة ان في بعض الأهداف الأمريكية الموجودة في بالطبع في سوريا وفي العراق، وفي بعض منها تم مهاجمته في العراق من اللي فات. والسيناريو ده هيبقى سيناريو الحقيقة سيء جدا على المنطقة فيها إسرائيل، وأيضا على الأهداف والمواقع الأمريكية الموجودة في سوريا والعراق. السيناريو الثالث الحقيقة هو سيناريو التهدئة، وهذا ما تسعى إليه مصر بشكل كبير جدا منذ الحرب في يوم 7، وده أحسن السيناريوهات للجميع بما فيهم أمريكا. وأعتقد أن أمريكا لا ترغب في التصعيد، لأن التصعيد مش هيكون في صالح لا أمريكا ولا أوروبا. المنطقة دي منطقة قلب العالم وخطوط الملاحة البحرية والجوية، وأيضا البترول وانتقاله والغاز. نتمنى أن هو السيناريو الثالث ده فنم صوت العقل يغلب، والضغوط على إسرائيل يعني تجيب نتيجة، خاصة أن في بركة أمل في دخول الشاحنات ولو بمعدلات بسيطة إلى قطاع غزة. توقعات حضرتك يا فندم، يعني لو وقفنا أمام كل سيناريو، توقعات حضرتك ونتائج كل سيناريو على حدة، طبعا نحن جميعا نأمل في السلام والتهدئة، ولكن توقعاتك لكل سيناريو يا فندم؟ أنا شايف أن حتى الآن سيناريو الخاص باستمرار وتيرة القتال العالمية عليه ده السيناريو اللي شغال دلوقتي، وان سيناريو التصعيد لا يرغبه الجميع، فبالتالي ده هيبقى متبع في الوقت الحالي الى ان نصل الى سيناريو التهدئه، السيناريو اللي موجود حاليا الى سيناريو التهدئه. فانا شايف ان ده المسار اللي يعني الحقيقه ممكن يكون اقرب في الوقت الحالي. حضرتك عارف المتغيرات كثيره بتحصل على الارض، لكن في الوقت الحالي خاصه بارقه امل دخول الشاحنات، ودخل كمان شاحنات وقود مش بكميات كبيره، لكن دخل فعلا شحنات وقود، دي هتشغل المستشفيات وتشغل بعض الاماكن الحيويه. فالمؤشر ده الحقيقه قد يعني ينذر ان هو احنا بعيد عن التصعيد، ونتحرك ببطء. هي دي النقطه اللي انا عايز اقولها، ببطء نحو سيناريو التهدئه ان شاء الله. كلمة السيد الرئيس الحقيقة في قمة القاهرة للسلام كانت تتحدث عن الجانب الإنساني بعيدا عن المصالح، ناشد الجميع الحقيقة من أجل وطن فلسطيني، من أجل طفل فلسطيني يحلم بالعيش في أمن وأمان دون جوع. ولكن الحقيقة العالم كله لديه العديد من الانقسامات والمصالح، ونجد الحقيقة أن هناك انقسامات قوية جدا داخل الدول الأوروبية وأيضا الدول العربية. حضرتك شايف الموقف ده إزاي؟ طبعا هو المصالح هي اللي بتغلب للأسف الشديد. ما نتوقعش طبعا أن الموقف الأمريكي هيؤيد الفلسطينيين ويقول ده حقهم، لأن الرئيس الأمريكي دخل على انتخابات، وإحنا عارفين تأثير اللوبي الصهيوني على الانتخابات وأيضا على كل مفاصل الإدارة الأمريكية. نفس الكلام بالنسبة لإنجلترا وبعض الدول الأوروبية. فأنا شايف أنه هو الموقف ده يمكن واضح جدا في مؤتمر السلام أنه ما حدش قادر يزيد إسرائيل، فده أمر متوقع. وطول عمرنا الحقيقة الموقف ده إحنا كنا ما نتوقعش غيره منهم. في ضغوط مصرية وشرح الموقف بصورة كاملة، أن إبعاد المدنيين سواء من الفلسطينيين أو إسرائيل عن دائرة الصراع، وده اللي يمكن نركز عليه بقوة السيد الرئيس في المؤتمر. النقطة الثانية الموقف المصري الحقيقة برضو إدخال المساعدات، وشفنا أن الرئيس الأمريكي بعد ما كان رافض إدخال المساعدات وزيارته لإسرائيل، أثناء ذهابه الأمريكا وفي الطيارة الرئاسية حصل اتصال بينه وبين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافق على إدخال المساعدات. فطبعا كنا حتى دخلت ولو بكميات صغيرة، لكن أنا أشوف بارقة أمل أنها هتزيد وهتستمر إن شاء الله. فأنا شايف أن النقطة دي نقطة مهمة. النقطة الأخيرة أن الموقف الفرنسي كان واضح جدا، أن ما فيش حل للقضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. لا تنقل الفلسطينيين هنا لمصر في سيناء ولا في الأردن، والحل هو إقامة الدولتين، وده ينفي المشكلة. وكان الحقيقة الموقف الفرنسي كاشفا تماما وصريحا بشكل كبير جدا جدا جدا
وانا شايف ان نقطه قوه الصراحه المتناهيه في طرح الموقف، انا شايف بيحط العالم كله قدام مسؤوليته. سيادة اللواء الدكتور تيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. فاصل وارجعوا لنا مرة تانية، مصر بيحصل فيها إيه النهاردة؟ أنا لكم مرة تانية، ومصر بيحصل فيها إيه؟ رئيس الوزراء، رئيس الوزراء يبحث سبل تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيمة المتخصص في شؤون رئاسة الوزراء بيروزا اليوسف. مساء الخير يا أستاذ حسن. أستاذة أمنية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم، وأعرف من حضرتك تفاصيل الخبر. يعني بالفعل هناك اهتمام كبير طبعا من الدولة المصرية بتنمية وزيادة الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، القارة السمراء، وخاصة ده توجه القيادة السياسية والدولة المصرية على أساس طبعا بيتم زيادة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، بالإضافة زيادة مثل هذه الصادرات المصرية بيؤدي طبعا لدعم القطاعات الإنتاجية، بيؤدي طبعا لزيادة فرص التشغيل بين الشباب، زيادة المصانع اللي هي بتشتغل والشركات، وهذا الأمر بيؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي بالنسبة للاقتصاد وما لذلك. هذا الأمر طبعا مهم جدا، هذا الاجتماع اللي هو جاء به رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء، تم التباحث على زيادة طبعا أو تشغيل خطوط ملاحية تكون منتظمة بين الدولة المصرية وبين القارة الأفريقية، والهدف من هذه الخطوط هو يعني توصيل البضائع يعني والسلع الغذائية إلى القارة الأفريقية، بالإضافة طبعا هناك زيادة مثل هذه البضائع والسلع الغذائية بالنسبة للقارة الأفريقية، بالإضافة هناك تم التعاقد على وجود طبعا أكبر الخطوط الملاحية في العالم من أجل هذا الهدف يعني المحترم والمهم، ولذلك يعني هناك تنسيق طبعا بين وزير النقل والتجارة والصناعة وكذلك المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية. الهدف من هذا التنسيق هو يعني إيصال مثل هذه البضائع والسلع والتعاقد طبعا على هذا، يمكن تم التعاقد على 3 سفن بالنسبة لنقل الحبوب والبضائع إلى الأفريقية، ولكن في هذا الاجتماع كان هناك تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء أو توجيهات من رئيس مجلس الوزراء لوزير التجارة والصناعة. الهدف من هذه التوجيهات على أساس طبعا بيقوم بعقد اجتماع مع مسؤولي يعني المجالس التصديرية وشرح الجهود اللي هي بتقوم بها الدولة المصرية من ناحية طبعا توفير وسائل لنقل البضائع يعني أفريقيا. لو تحدثنا عن عدد من الأرقام يا أستاذة أمنية والسادة المشاهدين، هو إيه قيمة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا؟ وصل كام عام يعني 2022؟ هذا التبادل التجاري وصل بين أفريقيا ومصر خلال العام الماضي إلى حوالي 8.6 مليار دولار، يمكن كان في عام 2021 حوالي 7.5 يعني مليار دولار. ده بيأكد هناك زيادة طبعا في حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا. لو تحدثنا عن قيمة الصادرات المصرية إلى يعني في أفريقيا، يمكن وصلت في العام الماضي 2022 حوالي يعني 6.3 يعني مليار دولار، كانت في عام 20 يعني 21 5.5 مليار دولار. يمكن جاءت يعني ليبيا تعتبر من اولى الدول طبعا السيرادة من الدولة المصرية بقيمة 1.2 مليار دولار، تلاها طبعا السودان يمكن بحوالي 900 مليون دولار، ثم المغرب يمكن بحوالي 880 مليون دولار، ثم الجزائر ويعني وكينيا وتونس وكانت يعني. طيب استاذ حسن، الارقام دي الحقيقه ما بتجيش من فراغ، هي الفكره كلها يا فندم في تكامليه اي مشروع او اي منتج او كيفيه ان يكون في توافق وتكامل ما بين الوزارات بعضها ببعض. وده حضرتك لمست شيء مهم جدا يا استاذ امنيه، وهو عمليه التنسيق، عمليه ان يكون هناك تنسيق بين الوزارات والمجالس التصديريه وما ذاك. احنا شايفين يعني العام الماضي يعني استطاعت الدوله المصريه تصدير لا يقل عن 51.6 مليار دولار لعدد كبير من دول العالم، وده بياتي في اطار توجه الدوله المصريه والقياده السياسيه والشعب المصري، يعني طموحات الشعب المصري ان هي تصل مثل هذا يعني
يعني الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، هل تستطيع الدولة المصرية تصل لهذا الرقم؟ نعم بكل تأكيد، لأن هناك إرادة سياسية من الدولة المصرية لزيادة مثل هذه الصادرات، سواء الصادرات الزراعية أو البترولية وما لذلك. ولذلك عملية التنسيق اللي حضرتك تحدثت عنها أستاذ أمنية دي مهمة جدا، ولذلك هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارات، وحتى لو كانت هناك مشكلة أو تحدي بيتم القضاء على هذه المشكلة أو عملية التحدي من المهد وما زال قبل تطويره. بالإضافة طبعا يمكن هناك جهود كبيرة حتى بالنسبة للمحفزات وما لذلك اللي هي بتقوم بها الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة. يمكن البعض بيتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دي تعتبر العمود الفقري بالنسبة للصادرات، والبعض يعني بينادي بيطالب أن يكون هناك مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك ضرورة وجود منطقة تجارة حرة طبعا يعني في طبعا بجوار مطار أسوان، وأن يكون هناك ميناء بري طبعا في أسوان من أجل عملية التصدير يعني أفريقيا. ومهم جدا أستاذ أمنية هو وجود البرامج الثقافية للتصدير داخل المدارس، وأن يتم يعني تطوير التعليم الصناعي من أجل زيادة وهو ده القادم يا أستاذ حسن. هي دي مصر الجديدة، احتياجنا الحقيقة للسوق، احتياجنا للتعليم الصناعي والتعليم الفني. الكاتب الصحفي الأستاذ حسن أبو خزيمة المتخصص في شؤون رئاسة الوزراء بروزل يوسف، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. بكده بتكون فقرتنا الأولى انتهت، وأخبرنا وبيحصل إيه في مصر. بعد الفاصل معاكم عواطف أبو سعود، الحقيقة هتستكمل معاكم قمة القاهرة للسلام وأصداء جديدة.